ولا اسلم البار. ركبوا البحر بعزوم اقوى من الامواج، ما هاب غدر يوم انهاج وما هاج، غاصوا وسط هيرات وتحدوا كل غبار، حصدوا لنا دانات تتلى لكنها سراج. وجيتهم في البار وجيتهم في البار، هم صافة الشجعان فرسان لعبيا ولطويسة وكحلان، هواهم المقناص ويا الابل والشعر، صانوا لنا تاريخ خذ من فعلهم شان. احنا اهل البحر اهل البحر، فينا الوفا من زاد، انحب انحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس. للبحر فينا الوفا من ساس، انحب انحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس. من يلتقي فينا يلقى معاني الطيب، ومن جود طيبتنا يتعطر الاحساس. من يلتقي فينا يلقى معاني الطيب، من جود طيبتنا يتعطر الاحساس. يا سار يا محلاك تزيني في العالي، فرطين وسمها الخير ما غيرها نوالي، علي بسم البحرين عز وشموخ ومجد، وقولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي. Yeah.
مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة تجمعنا معاكم في السارية، مستمرين معاكم بإذن الله في المفاجآت والمعلومات القيمة إلى اليوم، كل يوم نتعرف عليها معاكم مع زميلتي الغالية نيلة جناحي وأيضا الغالية على قلبنا أم هلال. مساء الخير نيلة. مساك الله بالنور والسرور يا حسن، ومسي على جميع مشاهدينا حلقة أخرى تجدد لقائنا معاكم من برنامج السارية الشامخة مثل ديرتي العزيزة. وطبعا أكيد بداية نشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهذا البرنامج، وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي، وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير لهذا البرنامج، وأيضا شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده. أيضا نيلة حابين نشكر شركة إبراهيم خليل كانو اللي قدموا لنا سيارة الأسبوع الثالث، ونخص بالشكر للسيد إسماعيل أكبر المدير العام التنفيذي للمبيعات بشركة إبراهيم خليل كانو اللي ما قصروا معنا صراحة طبعاً في الأسبوع الثالث، وبإذن الله بتكون سيارة مميزة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا مثل ما عودناكم الغالية أم هلال تكون في العريش تطمن على غبقتنا، فخلونا نروح نشوفها في العريش وراجعين لكم بإذن الله. الله يمسيكم بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا ويا مرحبا بكم. الله يمسيك بالخير اختي. هلا ومرحبا. طيبة. شلونكم يا جماعة الخير؟ عساكم طيبين. ما شاء الله ما شاء الله، الجدور صلاة على النبي محمد تترسى هكي. طبقاتنا ان شاء الله الليلة. طبقاتكم عليكم بالعافية. مصلي بالدياي في قوعته. يا سلام في قوعته على دياي. اي ومنك عندها تصالونه بالبامية والخضرة والعلو والنمك، كل بنات يقاشرونها ويقاشرون كل شيء. اي بامية صالونة بامية بالدياي. اي نعم بالدياي. اخلفته مو باللحم، بالدياي. بعد نعم. طعمها طعم بعد ما يحتوي. والحلى عندك بلاليط. بلاليط بقروس البيض. بقروس البيض. الله أكبر. يا سلام. أي والماي الواق والزعفران. والزعفران مطعم الدعوس كله. لا مطعم الدعوس يا حبيبتي يحجي. صلوات على النبي محمد. يحجي. وكل طباخنا بالنكهة البحرينية والبهار البحريني الأصيل. كل شيء عنده موجود. إيه بهاراتنا العدلة. العدلة. اللي لها خنتن وبنن. نعم. ما شاء الله كون الصلاة على النبي محمد. صلاة على النبي محمد. ومني بعد كرحة. كرحة بعد نطحن العيش بعد ما ترين باكر عقب باكر نسوي بنات الدون ما ندري. إيه نطحن العيش بعد كذا حاجة يسوون به. صلاة على النبي محمد. الخنفروش الهادي كل شيء. محلبيات العيش كل شيء. مطحين العيش ما شاء الله. الصلاة على النبي محمد. أي والله. ما شاء الله. عاد ما بقى تأخر. تبوتي وياه؟ أرش بدي بروح حق ولدي حسن وبنتي نايلة. بعد ينطروني هنا. أي ما بيدي حيلة. أي أمنكم الله. حي الله من يومنا. دربت خضر. صحة والعافية. دربت خضر حبيبتي. الله يسلمك. يا هلا ويا مرحبا. أسلم. رجعنا لكم مشاهدينا، وأكيد أجواء العريش مختلفة يوميا معنا في راس حيان في القرية التراثية ومع أم هلال. أكيد ننتظر ييتا علينا، واليوم الطباخ ما شاء الله شيء رائع وجدا جميل صراحة. في قاعته. في قاعته وقالت بلاليط اليوم، يعني كنا جو ريوق كذي، عرفتي قصدي؟ لا والجو عيد في رمضان، يعني حلاوتها الغبقة بالبلاليط. يا سلام يا سلام، غرامي أنا صراحة. غرامك عيل. خلنا ننتظر لي بعدين. مشاهدينا متواصلين معاكم مثل ما قلنا لكم، ناخذ أول اتصال. ألو مساء الخير مريم. نعم. يا هلا ومرحبا، نعم الله عليك، مبارك عليك، ما بقى من الشهر يا مريم. علينا وعليك بصحة وعافية. شلونك وش أخبار رمضان وياك؟ الحمد لله حبيبتي بخير الله يسلمك. دوم إن شاء الله. من وين أنت يا مريم؟ من أي منطقة في البحرين؟ احنا من منطقة المالكية. والنعم فيك وفي المالكية جميعا. مريم دوم أم هلال ما حد، بخلي حسن يفر لك الديرة، شو رايك؟ الديرة عندي لماتي الغالية أم هلال، نفر الديرة مع بعض مريم؟ يلا نشوف الديرة وين بترسيك يا مريم. يا رب تخيل السارية من يا سلام.
لا لا انا مو طبيعي صراحه. مريم نعم 500 دينار مقدمه طبعا من شركه باتلكو طلعت لك الساريه. مريم بدون اي اسئله معاك الساريه، الف مبروك عليك مقدمه. الله يبارك في حياتك. 500 دينار من لجنه رياضات الموروث الشعبي، تستاهلين. مبروك عليك مريم، بدايه خير معاك ان شاء الله، وتحياتي لكل اهالي المالكيه، تستاهلين كل خير. عليك بالعافية يا مريم. طبعا مشاهدينا هذه كانت أول متصلة معنا، أما الحين خلونا نرجع نذكركم بسؤال مسابقة السيارات وطريقة المشاركة، وراجعين لكم بإذن الله. ماشي. رغم تقدم العلم وتوفر الوسائل الأخرى لعمليات الغسيل، لم تتغير الطريقة البدائية لغسل الثياب لدى هؤلاء الدوبية الذين تعودوا غسل الملابس في العين الواقعة في منطقة الخميس. ولقد دأب الدوبية على نشر غسيلهم إما على الأرض أو بتعليقها على حبال مربوطة إلى عصي خشبية ومثبتة بطريقة تستطيع معها تحمل رياح الشمال إذا هبت. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. مسابقة السيارات والسؤال الثالث شفتوه معاكم اليوم، وأكيد سؤالنا شو اسم هذه العين؟ ما شاء الله السؤال أتوقع سهل، وطبعا إذا بتشاركون معنا في هذه المسابقة أكيد لجنة رياضات الموروث الشعبي راح يتواصلون معاكم، تدخلون على الموقع الإلكتروني أكيد، هذه حق المسابقة العادية اللي بيطلع قدامكم على الشاشة، تسجلون فيه كل بياناتكم من الاسم الكامل، رقم الموبايل والرقم الشخصي، وبإذن الله بتكونون من المشاركين معنا. بالنسبة حق السيارة طبعا انتو شفتوا بعض الارقام اللي موجودة حق الشركات، تطرشون بس كلمة موروثنا وتدشون على طول معنا في السحب. بس لحظة الحين وصلت الغالية. يا حي الله ابو الوجه الصبوحي، يا حي ابو الوجه الصبوحي. يا سلام عليك منورة على هالترحاب الجميل، لازم يومين اثنينكم جميلين، اثنينكم جميلين ماخذين من جمالك طبعا، اخجلت وضعي. يا سلام عليك، شكرا لكم، شكرا لكم نورتنا الغالية ام هلال. مشاهدينا مستمرين معاكم، وعندنا اتصال جديد معنا ناهد. الو مساء الخير يا ناهد. مساء النور، معك نهاد. نهاد والنعم فيك، شلونك يا نهاد؟ مبارك عليك ما بقى من الشهر. علينا وعليك. شلون شفتي مسابقاتنا؟ ان شاء الله اسئلتنا حلوه وخفيفه وسهله عليكم. ايوه حلوه الحمد لله. نهاد جاهزه ان شاء الله حق المسابقه؟ ان شاء الله الساريه. ان شاء الله يا رب الساريه. شوف عند ام هلال. يلا حبيبتي ما دام ان انت جاهزه نشوف الديره وين بترسيك. افتر يا الديره. يلا نشوف معاك الديره وين بترسيك يا نهاد. اي والله الياه. وين الياه يا نهاد؟ شنو
شمال. شمال وانتي الصح، لكن مو ذي سؤالك. سؤالك راح يكون في السفرة البحرينية. شلونك في السفرة البحرينية؟ تمام ان شاء الله؟ ان شاء الله تمام. ان شاء الله تمام. يقول المثل اللي ياكل باللم ما يتكلم، تعرفين ذي المثل؟ لا. المهم في مثل بحريني يقول اللي ياكل باللم ما يتكلم. شنو معنى البلم او شنو هو البلم؟ اعطيك خيارات. هل هو فلفل حار جدا، ولا طعام ساخن جدا، ولا نوع من انواع الارز؟ عندك 30 ثانية يا نهاد. سمعتي الخيارات؟ نعم. عيدهم. اعيدهم لك وسمعيني زين. هل هو فلفل حار جدا؟ هل هو طعام ساخن جدا؟ ولا نوع من انواع الارز؟ نهاد. 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 نوع من انواع شنو؟ نوع من انواع شنو؟ الارز. نوع من انواع الارز. ثبتنا لك. وهذه 100 دينار مقدمة من شركة باتلكو، تستاهلين يا نهاد. بس واللي سلمك خليك مركزة ولا تشككين في الإجابة. إن شاء الله. إن شاء الله. نهاد طبعا أحب ننتقل حق السؤال الثاني. مثل ما قالت لك نيلة، شوي خليك معانا وحين لازم تركزين فعلا في السؤال الجاي معاي؟ إن شاء الله. نهاد يقول لك المعروف أن أكل أهل الخليج كافة هو العيش، أو مثل ما يقولون باللغة العربية الفصحى الأرز، ولكن كلمة عيش تنطلق دائما على الغذاء الرئيسي، فيقولون عيش بن فلان يعني اللبن والتمر. أين أكثر أكلهم عند المصريين والسوريين يسمون الخبز عيش. طبعا احنا نعرف هاي النقطة صح؟ واحنا في الخليج أكلنا الرئيسي هو العيش. وأي عيش أي نوع؟ هو البسمتي، كان تذكرينه معاي؟ لكن قبل كان في أسامي ثانية أقول لك اياهم، بس ركزي على الأسامي معاي؟ ايش قلت لك انا ركزي على شنو؟ لان السؤال بي على ذي الموضوع، ما بيك تخسرين. تمام؟ ان شاء الله. نهاد خليك فرش عاد واللي سلمك. يلا الاسامي عندنا العنبر، الرشتي، الزيره، السوكندي، السيامي، المزه، الهوره، الكامتي، حلوايو، الخشقه، بشاور، البلم، الدردوني. تمام؟ سؤالي الحين، سمعتي انا ايش كثر اسامي قلت؟ نهاد؟ ابي منهم خمسة. ابي منهم خمسة. بس تذكرينهم لي من اللي انا قلتهم. ايش قلتي؟ العنبر. العنبر، حلو، هذه واحد. الثاني؟ الرشتي. الرشتي، تمام، حلو، هاي الثاني. البلم. البلم، هاي الثالث، حلو. حلوى. 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 حلوى يو، تمام. انت قلتي بشاور صح؟ بعد واحد. قلتي بشاور؟ اي. ذلين خمسة، تمام. ثبت. ثبتي على الخمسة. مبروك عليك ال 300 دينار المقدمة من شركة باتلكو. نهاد يعطيك العافية. كذي بديتي شوي تركزين، تمام، حلو. بتواصلين؟ شكرا. عليك انت نهاد، والله ابيك شوي حماس. شكرا. بتواصلين؟ امي جاي. انا والله يا حبيبتي السؤال عندي، ويعني ما بعرف ايش اقول لك. انت عندك في الطبخات مال قبل تعرفين يعني اسماءها وش تتكون منه؟ اذا حبيبتي لك فيها، لان السؤال 20 ثانية وما في خيارات حبيبة قلبي، فأنا خايفة تروح عليك 300. إذا لاتش في الطبخات الأولانية ها تعبت العافية حبيبتي. يعني بتنسحبين ها؟ اي نعم. يلا مبروك عليك. ألف مبروك عليك ال 300 دينار المقدمة من شركة باتلكو، وأيضا معاك عطورات عالمية من شركة الحواج بقيمة 150 دينار، تستاهلينها يا نهاد.
مبروك عليك، ألف مبروك. سلمت وخذت بس 300 دينار وفوق هالجائزة. وقالت ما تبي تكمل لأن حسيتها شوي مترددة وكنا صعب وثقيل فعلا. نفس ما قلت يبي له تركيز. بس لحظة، أنا قبل الأسئلة أنا ما يصير يمر يوم كذي ما أسألكم عن ثيابكم. أم هلال اليوم إيش قلتي عن البرتقالي؟ برتقالي من وين ذي اليوم؟ فيصل الرئيس. يا سلام، يحكي ويتكلم ما شاء الله، تكلم أزياء على سلوى بخيت أم هلال. يا سلام عليك على اللبس الغاوي الحلو. حلو عليك، تزينينا ولا يزينت يا رب. حلو اليوم شوتي نفس الشيء، ما عليك زود يا حبيبي. احنا تسألني يوميا لازم. أنا اليوم بعد المصممة فريدة العلوي من عند تروف، واليوم الكل يسأل كل يوم من وين الذهب. اليوم المجوهرات والذهب من عند مجوهرات الزين. والزين يحلى على الزين. ما شاء الله عليك. عاد أنت اليوم عندك الثوب الشد. اي طبعا. من وين؟ ما نغير. من وين؟ قصر الوجاهة. قصر الوجاهة ما يقصرون معنا دائما. يا سلام عليكم كلكم ما شاء الله منورات ومخلين طلة حلوة حق التلفزيون الكل يتساءل عنها. شكرا. طبعا مشاهدينا الحين بنروح معاكم للعريش، بنرجع نتواصل مع مسابقتنا في الشريف. كونوا جاهزين. تشوفون مشاهدينا ما زلنا متواصلين معاكم من راس حيان القرية التراثية، وبالتحديد من سوق المنامة في هالدكاكين الحلوة والأجواء الحلوة اللي عندنا هني. مع الأجواء الحلوة أكيد بنرجع إلى الأجواء الجميلة، أجواء المسابقة. معنا في السارية بيكون عندنا اتصال جديد باسم عبد الرضا، بس بتكلمنا زوجته. مساء الخير. يا هلا مساء النور. شلونك الغالية؟ هلا مرحبا. أنا ديت باسم مين؟ أم محمد، أم عبد الله، أم مين؟ محمد. أم محمد ما شاء الله عليه بتم البداية صح. أم محمد مبارك، مبارك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليكم يا عادل. الله يسلمك. أم محمد من وين أنت وأي منطقة أي مدينة؟ توبلي. من توبلي، والنعم فيك. جاهز إن شاء الله حق المسابقة؟ إن شاء الله. إن شاء الله جاهزة بإذن الله. نروح عند أم هلال وعندها الديرة إن شاء الله، بنشوف وين بترسيك. ما دام أنت جاهزة يا أم محمد نشوف الديرة وين بترسيك. افترى يا الديرة. افترى يا الديرة بإذن الله. ساري يا أم محمد ما تدرين. قولي يلا ساري. شوف وين يا رب. يلا ساري يا رب. ان شاء الله ان شاء الله خير. وين في الياه؟ وين ياه ام محمد؟ الياه وين؟ اي اتجاه؟ الياه ام محمد شمال، بس يا ريت تقصرين على صوت التلفزيون عشان نتواصل في المسابقه بشكل مرتب. حلو تمام ام محمد. الاتجاه يعني ام محمد يا ريت تقصرين على صوت التلفزيون، تسمعيني من التليفون. لحظة شوية. لحظة. يا سلام عليك ام محمد، بس اللحظات لا تطول. يا هلا. يلا يا ام محمد سؤالك بيكون في الذهب والمجوهرات. ما شاء الله عليكم من نسوان، اكيد عندكم خبرة كبيرة في الذهب صح؟
ان شاء الله. يا سلام. انزين يقول لك بقول لك كلام وابيك يعني تطلعين لي تستشفين من من الكلام ايش بقول. ها الاجابه في وسط الكلام. ام محمد يقول لك عباس شد حمارته وراح يبي المنامه، طالب عليهم ريته تبي خزامه. عباس شد حمارته وراح يبي المنامه، طالب عليهم ريته تبي خزامه. سؤالي لك يا ام محمد، شنو طلبت مرت عباس؟ خزامه. حلو، اعطيك خيارات بس هي شنو الخزامه؟ خيارات اللي عندي حليه اليد او حليه الانف او حليه للشعر. اتوقع واضحه الانف. يا سلام عليك، نثبت نثبت. نعم. يا ام محمد. اي نعم. يا سلام عليك، 100 دينار من وين؟ من شركه بتلكو. مبروك عليك الغاليه. الله يبارك. خلينا نشوف الصوره اللي قلتي عنها، الخزامه شلون صورتها. وهذه هي الخزامة. أوكي. فعلا تنحط كحلية للأنف، وهذه اللي طلبتها أم هلال مرت عباس. إيه. وعن نسوان واري طلبونها. إيه. حلوة ها؟ حلوة، حلوة تكون جميلة. إيه. أم محمد يا هلا، تستاهلين الـ100 دينار إن شاء الله، ما وصل حق 300 ما فيها خسارة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طبعا إحنا نعرف أن الأطفال أحباب الله، ما نساهم الصايغ، صايغ الذهب ما نساهم، فأكيد سوى حق الأطفال أيضا حلي وزينة من الذهب. احنا نعرف ان معظم الاطفال لما يولدونهم يجيبون لهم كذي هدايا مثل السويره، وفيها كذي سلسله وفيها خاتم يلبس في الصبع الوسطي، تعرفينها طبعا. شبكه؟ لا لا، احب بقول لك انا اسامي تعرفينها يعني مرت عليك من قبل. اوكي اوكي، انا بعطيك 3 خيارات. شي يسمون هذه الحليه اللي يلبسونها هذه الاطفال؟ هل يسمونها شخاليل ولا مفاتيل ولا زغاليل؟ دائما شي يقولون خير الامور ها الوسط. ايه قولي لي الجواب. إيه؟ مفاتيل. ها ثبت. مفاتيل ثبت قالت ام هلال، وفعلا 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو. يا سلام، بتواصلين ام محمد ولا بديتي تتخوفين من السؤال الثالث لانه ما في خيارات والمده والله 20 ثانيه؟ والله استشير ام هلال. استشاره ام هلال ان شاء الله. عندي السؤال. عندك السؤال؟ اي والله. شو اقول لك يا حبيبتي، لان 20 ثانيه وما في خيارات، تبين تواصلين واصلي. عاد قولي لها انه في الذهب، يمكن في هي الذهب بعد ذهب. في الذهب ومعروف بس ما في خيارات. ها بس ما في خيارات، عيب انه ما في خيارات. وانتي وش تقولين؟ قولي لها اذا انت لك في الذهب يا ام محمد. انت لك في الذهب يا ام محمد. واسامي الذهب لك في الذهب. اذا مثل شنو عشان اعرف؟ ام محمد ناقص نقول الجواب اختي. يا حليلك والله يا زينك يا ام محمد. لا والله ام هلال اكيد عندها الاجابه وبتعلمني. مشيول الجواب. يا رب تغفر لي. يا ريت احنا ساعات مشيول يا يما الجواب. شكوى لله بالغيره. هاي ام محمد. هاي ام محمد. يلا محمد، نحتاج منك جواب نهائي الغالي عشان بعد في مشتركين معنا. والله الذهب بس انا ما ادري شنو نوع السؤال بيكون، فاخاف انني اخسر. بيكون عن الذهب بعد ام محمد السؤال. عن الذهب يما. بعد عن الذهب. عن الذهب. اوكي نفسه اللي لبسه اللي لبسه وكان قديم ورجعوا له الحين الاودم. بس خلصنا. شنو قرارك النهائي؟ ولا لا؟ كرسي جابر. لا وين السؤال؟ ام محمد شنو قرارك النهائي؟ بتواصلين ولا بتنسحبين بتكتفين ب 300؟ ها كرسي جابر. ام محمد ما سالنا، بتواصلين؟ بس خلاص نسأل. نكتفي ب 300. تكتفين ب 300؟ عليك بالعافية. مبروك عليك ال 300 دينار وايضا مجموعة عطورات مقدمة من الحواج بقيمة 150 دينار، تستاهلين كل خير. تستاهلين كل خير يا ام محمد اكيد. مشاهدينا بتواصل معاكم في برنامج الساري، لكن بنطلع فاصل بسيط وباذن الله راجعين، لا تروحون بعيد. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي،
ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. شارك في برنامج المسابقات السارية. الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة: الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. مشاهدينا، شفت اللوحة الجميلة في العريش؟ مو لوحة الرسم، لوحة الجدور. ما شاء الله أم هلال شلون ماصلي بالدياي في قاعته، وصالونة البامية بالدياي والبلاليط. البلاليط اسم الله عليك القروص تنهي دوحة قمر ما شاء الله فوق البلاليط. شي وشويات شي ما لعب. يا سلام، مستحيل ما توقع في أحد يسمعها وهي توصف هالاكل وما يدش خاطر. لا انا اقول لك باذن الله المفروض يصير مطبخ ام هلال، المنيو عندها باذن الله تبارك الله. المفروض طبعا حياكم الله حبيبتي والله الغالية. طبعا اكيد بنتواصل مع المتصلين. ناخذ الاتصال. ياي الو، مساء الخير. شيخه الو الو، هلا والله شيخه، شلونك؟ مبارك عليك، ما بقى من الشهر. زينب. زينب والنعم يا زينب، شلونك وشلون رمضان وياك؟ الحمد لله كل شيء تمام. كل شيء تمام. زينب رفعي صوتك واللي سلمك شوي عشان اسمعك واضح. وان شاء الله تكوني جاهزه حق البرنامج وجاهزه حق المسابقه. جاهزه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله جاهزه. ننتقل حق الغاليه ام هلال. زينب حبيبتي، انت جاهزه؟ جاهزه ان شاء الله. عيل نشوف الديره وين بترسيك. افترى يا الديرة. يلا يا زينب، يمكن دعوة حلوة منك تطلع السارية بعد ما تدرين. يلا السارية. يلا بالسارية. يا رب يا زينب. في الياه ام هلال. في الياه يا ام هلال. الياء. شن هي الياء؟ شن هي الياء؟ الشمال. الشمال. صح. اتمنى جوابك ان شاء الله حين على السؤال هاللون. ان شاء الله. يا رب. السؤال يقول: أضلوع وعود وكرت جلود وحلجة تحصلنا باسمه العظيم في جهنم ممدود، شو هو؟ خيارات: هل هو منفاخ الحداد ولا أكلة البوشة ولا طبل العود؟ ها يلا يلا حبيبتي، يلا يا زينب. نعم أكلة الباكر. لا زينب ردي، فكري فكري، ركزي. انت ركزتي علي وانا اقول لك اعد لك الخيارات. عيدي لها عيدي لها. منفاخ الحداد. يا سلام. ولا أكلة الباكر ولا الطبل العود؟
ها ما باقي وقت. منفاخ الحداد ثبت. 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو، تستاهلينها. تستاهلين يا زينب، أكيد بنواصل معاش لأن نفس ما أقول دائما ما في خسارة إذا رحنا على 300 بإذن الله. سؤالنا بعد بيكون في الألغاز الشعبية، جاهزة إن شاء الله زينب؟ جاهزة. جاهزة بإذن الله. سؤالك يقول زينب، أكبر ما في حلجه وولده في بطنه وإذا صرخ ما حد يرحمه. أكبر ما في حلجه وولده في بطنه وإذا صرخ ما حد يرحمه. شيء من الأشياء اللي موجودة في المطبخ. مطبخ المرات. تشوفي الحركة واللي سلمش عاد. شي يسوون؟ تسمعين له صوت في المطبخ. زينب وفي المطبخ زينب الها 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 الهاون خم ثبت ثبت. مبروك عليك 300 دينار من شركة بتلكو. ركزي يا زينب واللي سلمت. السؤال الثالث يمكن يكون صعب عليك زينب. نعم. بتوصلين حق السؤال الثالث ولا بتنسحبين؟ ترى بعد صح ما في خيارات و20 ثانية. لا يما نصحيني. لا بنسحب. بتنسحبين؟ عليش بالعافية 300. عليش بالعافية 300 دينار بس. المقدمة من شركة بتلكو وفوقهم إن شاء الله عطور مقدمة من شركة الحواج بقيمة 150 دينار إن شاء الله. تستاهلين كل خير يا زينب. مبروك عليك الهدية من بتلكو وأيضا من الحواج. أكيد ناخذ بعد اتصال جديد مع بعض. ألو مساء الخير شيخة. هلا مساء النور شيخة، شلونك؟ طمنيني عليك. يطول عمرك مبارك عليكم وتبقى من الشهر. علينا وعليك وسعيدين بتواصلكم معنا في البرنامج. شيخة من وين؟ من الرفاع. والنعم فيك. حيا الله على الرفاع كلهم إن شاء الله. جاهزة؟ ينعم بحالك. أنا متحمس أبيك تفوزين. ها ما نبي نزعلها الرفاع. يلا والله صوتي بشر بالخير والديرة عندها. يلا يا رب جاهزة إن شاء الله توصلين للخمسمية. نشوف الديرة افترى يا الديرة. يلا نشوف الديرة وين بترسيج يا شيخة. ان شاء الله السورية. يا رب يا رب ان شاء الله السورية. يلا ان شاء الله السورية. ما طلع تعرفين وين ما طلع شيخة؟ شارق. ايوه ما طلع الشمس شارق. ما شاء الله. سؤالك يا شيخة بيكون ان شاء الله في الحرف والمهن. السؤال يقول من الحرف زينب اللي ليه حم مستمرة لأن الناس في حاجة لها، مهنة بيع الأدوية الشعبية. طبعا تدرين أن الريال موجود في المحل اسمه الحواي أو الحواج. معاي؟ معاك معاك. سؤالك زين شيخة، ليش يسمونه الحواج؟ ليش يسمونه بهالاسم؟ ترى الجواب من السؤال. ما في جواب من السؤال لأن الناس ما في شنو؟ لأن يمكن الناس في حاول يمكن يعني لأن الناس هم محتاجين شيء منه. اي من الحاجة يعني. اي لأن الناس في حاجة. صح خل ثبت خل ثبت حق شيخة. ثبت. مبروك عليك 100 دينار من شركة بتلكو. فعلا لأن الناس في حاجة حق ذي شيء ويشوفون عنده حاجته. حواجههم شيخة. حواجههم نعم. حواجههم موصلة إن شاء الله حق 300. يلا أكيد ما فيها خسارة. ما في بإذن الله خير. سؤالك الثاني يقول ما زلنا في المهن والحرف، مثل ما الناس في حاجة إلى الحواج مثل ما قال حسن، في أيضا حرفة تمارسها النساء يحتاجونها الأطفال هالمرة اللي يصيدهم التهاب في اللوز. تعرفين هاي اللي يحطون اليهال كذي ويرفعون لهم اللوز على فوق، يسمونها يعني بمسمى طبيبة الأطفال هذه أيام الأول. شو يسمونها؟ بعطيك خيارات. هاي طبيبة شعبية طبعا. هل هي الحيامة والله الحواجة ولا الغمازة؟ الغمازة. وثبت لك ان شاء الله مثل ما قالت ام هلال. ثبت 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو، تستاهلينها. يا ما يدتي سجدتني. الله يرحمها ويترفع في اللوز. الله يرحمها إن شاء الله يرحمها. بس شيء عجيب كان صراحه شيخه. هلا حبيبتي ان شاء الله مواصله ويانا ولا بتكتفين بال 300؟ ما ادري السؤال سهل والله صعب. عليك يا ام هلال ايش قلت؟ ايش قولت؟ ايش تقولين يعني لها؟ والله شو اقول لك يا حبيبتي، يعني انتي
السؤال اللي جاي قد ان انت بتجاوبين بسرعه لان 20 ثانيه يمه ما في خيارات ولا في خيارات. لا بس على كلامك بتكتفين بال 300 عليك بالعافيه. وفوقهم مجموعه هدايا ب 150 دينار من الحواج. ما قصرت يعطيكم الف عافيه. مبروك عليك شيخه تستاهلين كل خير. تستاهلين يا شيخه الهدايا المقدمه بتلكم من الحواج. طبعا قبل ما نروح حق الاتصالات الثانيه او نواصل برنامج سوريا ام هلال انا نعم. يعني اعرف شوفي مثل ما قال حسن هو انزغد وانا انزغدت ابيش شوي تسولفين عن هذه الحرفه او المهنه مالت النساء الغمازه. الغمازه اي شلون بدت انا ابي اعرف يعني اليهال اكثر اقلب شيء تجي اليهال اللي توهم مواليد صغار صغار تنزل بلاعيمهم اللوز وتضخم عندهم تاخذ يودونه عند الغمازه وفي ناس اليد في ناس الام تعرف عندها خبره يودونه حق الغمازه وتمسده بالزيت وبعدين خرجة. ترفع بلوعيمه او تاخذ اصبعها وتقطه في الزيت وتقط صبعها في الزيت وتحطه في الهواء وترفع بلوعيمه الجهتين اليمين واليسار. يا سلام ترفعهم بيديه عاد وعلي يتم يلبط مثل اسمك لكن الحمد لله الحمد لله في الشفا ان شاء الله يعني شوفي امهاتنا ويداتنا الله يعطيهم الصحه والعافيه واللي حتى يعني مو موجودين معنا في الدنيا الله يرحمهم كان عندهم حق كل شيء شيء ما شاء الله عليهم كان في كل شيء يعني يمكن ما كان الطب وايد متطور لكن الشعبي وكان ممتاز في نفس الوقت ساعات يقول لك اشياء صحيه حتى وما تضر اذا ما فادت ما ضرت ما شاء الله عليكم. طبعا مشاهدينا بنكون متواصلين معاكم في السارية ولكن بعد هذا الفاصل كونوا في انتظارنا. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. المشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. Thank you.
مشاهدينا وما زلنا متواصلين في برنامج السارية، بس يعني لو تسمعون التعليقات واحنا نطالع لقطات العريش هني. ام هلال تقول الملك لله، ويلعبون في شنو؟ بعصابنا. يلعبون في اعصابنا اللذيذيه اللذيذيه ديليشز يعني ما شاء الله عليه موسوعه المصطلحات الاجنبيه بعد، يعني تحط الايدام وتصب الصالونه واحنا بس قاعدين مبققين عيوننا هني. حالنا حالكم ترى هناك تشوف عملي هني نظري الشرح. ما شاء الله عليه. طبعا بنرجع اكيد حق اتصالاتكم وحق المسابقه الرئيسيه طبعا في الساريه، وناخذ مكالمه جديده معانا حمد. او قبلها ناخذ المتصل الجديد. نذكر اكيد المسابقه مشاهدينا، خلونا نذكركم بسؤال المسابقه قبل لا نتواصل معاكم مسابقاتنا. سؤال السحب على السياره وراجعين باذن الله. رغم تقدم العلم وتوفر الوسائل الأخرى لعمليات الغسيل، لم تتغير الطريقة البدائية لغسل الثياب لدى هؤلاء الدوبية الذين تعودوا غسل الملابس في العين الواقعة في منطقة الخميس. ولقد دأب الدوبية على نشر غسيلهم إما على الأرض أو بتعليقها على حبال مربوطة إلى عصي خشبية ومثبتة بطريقة تستطيع معها تحمل رياح الشمال إذا هبت. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. مشاهدينا مثل ما شفتوا الفيديو اللي عرضناه هو سؤال السيارة أو سؤال السحب على السيارة. ما اسم هذه العين اللي شفتوها؟ لازم تعرفون الجواب وبإذن الله السيارة بتكون من نصيبكم. سؤال على اسم العين. ما شاء الله أم هلال أتوقع لحقتي على هالعين. لحقت على نهايات. يا سلام، بس حلوة طريقتها كذي غريبة شوي. شاي وشويات. كان لها دور. يا سلام. طبعا نرجع لكم مع الاتصالات ومعانا حمد على الهاتف، نقول له مساء الخير حمد. مرحبا ابو حمد، شلونك؟ طيب طال عمرك. الله يسلمك حبيبي. من وين حمد؟ من رفاع. والنعم فيك حبيب قلبي. حمد شوي بس ترفع صوتك الغالي ان شاء الله. يا سلام عليك. جاهز ان شاء الله حمد؟ اي نعم. نروح حق الورد ام هلال. يا سلام عليك. اذا انت جاهز ان شاء الله نشوف الديره وين بترسيك. افترى يا الديره. يلا يا حمد نشوف الديره. قول يا رب حمد ما تري بعد، يمكن تطلع لك السياريه. يا رب يا رب ان شاء الله نشوف وين توصل. انا من الطول اشك. يا سلام. يا سلام حمد. يا سلام. نعم. هذه الساريه ب 500 دينار من لجنه رياضات الموروث الشعبي، تستاهل. يحتاج اقول عن روحي؟ اتوقع انا ما قصرت ام هلال. اي والله على اكثر عنك السوم. يا سلام عليك. يا سلام. يا سلام. مبروك عليك الغالي، تستاهل كل خير. تستاهل.
مبروك عليك فعلا نستانس لما يعني المتصلين ياخذون السارية بدون أسئلة لأن نحس أن نرتاح نفسيا أن ما يشككون في الأجوبة نستانس وايد وإحنا انفعالنا يصير وايد بعد ما شاء الله صدقت إيه والله ولا يتعبون ولا إحنا نتعب ولا شيء ولو أن إحنا ودنا لهم أنهم يتعلمون صحيح صحيح أكيد متواصلين معاكم ومع الاتصالات مشاهدينا نقول حق دانا ألو مساء الخير يا دانا مساء الخير حبيبتي هلا مرحبا مبارك عليك ما بقى من الشهر علينا وعليك حبيبتي شلون شفتي المسابقات والأسئلة إن شاء الله كل شيء حلو وسهل إن شاء الله حلو لا اللي طاف ما عليك من اللي جاي حبيبتي بس حبيت اقول لك ان انا ام دانا مو بدانا ام دانا والنعم فيك انت ودانا والنعم فيكم ثنتينكم من وين انت يا ام دانا من الرفاع حبيبتي من الرفاع والنعم باهل الرفاع اليوم كله رفاعيين ويانا ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظكم جميعا ان شاء الله جاهزه ان شاء الله حق المسابقه باذن الله حبيبتي باذن الله ان شاء الله يا ام دانا الحين بنشوف الديره وين ابوي بترسيج افترى يا الديره يطلعت السارية مرتين يمدانة يمكن بعد تطلع لك ما تدرين إن شاء الله خير يا رب يمدانة وإذا لا إن شاء الله الأسئلة تكون حلوة وخفيفة عليك في الياه وين الياه يمدانة شمال شمال ما شاء الله عليك أسئلتك يمدانة بتكون إن شاء الله في العمارة البحرينية جاهز حق السؤال الأولي شنو في العمارة البحرينية أي جاهزة بإذن الله بإذن الله جاهزة نشوف الصورة مع بعض من بعدها إن شاء الله بسألك السؤال خلينا نشوف الصورة هاي مدانة طلعت الصورة ليش لا والله للحين الحين بتطلع لك إن شاء الله الصورة بتكون عن البيوت البحرينية القديمة خلينا نقول بعض البيوت البحرينية الكبيرة مو بس كانت تمتاز بكبر المساحة أو عدد الغرف لا لكن أيضا بحجم البوابة اللي نفس ما شفتيه في الصورة البوابة اللي حجمها جدا كبير سؤال الحين شنو يسمون هذه البوابة؟ وايد سهل ترى مدانة أعطيك خيارات؟ يا ريت والله الخيار الأولي الباب العود الخيار الثاني الدروازة الخيار الثالث المدخل ها مدانة الدروازة كنا حقال الدروازة ثبت خلنا ثبت على الدروازة فعلا إجابتك صحيحة مبروك عليك كم دينار؟ من شركة بتلكو مبروك يا مدانة إن شاء الله متواصلين حق السؤال الثاني بإذن الله بإذن الله ما فيها خسارة شفتي الباب اللي حطوا صورته قبل شوي طبعا الدروازة طبعا قبل البيوت أو هذه البوابات الكبيرة كان صعب إنهم يبطلونها ويصكونها فشي يسوون يسوون منها باب صغير في وسطها عشان أسهل الاستخدام لاحظتي في الصورة كان موجود وسط الباب العود في باب صغير صح شي يسمون هالباب الصغير هل هو أعطيك الخيارات باب بخوخة باب بتفاحة ولا باب برمانة باب بخوخة باب بخوخة ما شاء الله عليك ثبت فعلا هذه 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو تستاهلينها يوم دانا بس والله السؤال بتواصلين ولا بتنسحبين؟ نسأل أم هلا حبيبة قلبي إذا أنت شاطرة في هذه البنى والعمارة مالت البحرين الأول إن شاء الله بتواصلين إن شاء الله تواصلين يا مدانة لأن كنا معلوماتش ما شاء الله زينة إن شاء الله إن شاء الله لا إن شاء الله بعد وهلي وياي ما بقصرون سمعنا الصوت في الإجابة الأولية أنا متأكد خير متأمل خير إن شاء الله لا إن شاء الله خير بإذن الله أنزين السؤال يقول أبوابنا في الوقت الحالي يعني محطوط لها مقبض وحركة هاللون نسمي الكيلون لكن أبوابنا القديمة يتفننون النجاجير البحرينيين وصنعوا كيلون خشبي على فتح الباب صكة السؤال شي يسمون ذي الكيلون الخشبي ما في خيارات 20 ثانية واللي سلمك ها هذه سهل شو يسمونه؟ لحظة فركولة أحسنتي ثبت
حبك من قلبي. صلنا ال 500 اليوم، مبروك عليك ال 500 دينار. الحمد لله مشكوره، مبروك عليك يا حبيبتي، تستاهلين 500 دينار. وبعد نعم جائزه من الحواج، مجموعه عطور ب 200 دينار. ونقول تستاهلين، ونقول له فرك للباب على الهدايا، فرك للباب على الهدايا. نعم لا تروح حق احد غيرك. مبروك عليك مدانه، مبروك عليك يا مدانه، مبروك مبروك، تستاهلين يا مدانه الجائزة، لأن فعلا معلوماتك كانت في محلها. مشاهدينا متواصلين معاكم، لكن خلونا نروح العريش نطمن على الغبقة وراجعين بإذن الله. ركزوا معاي، مرق بامي بالدياي، ماصلي بالدياي في قاعته، والبلاليط الغبقة جهزت، ناقص بس نخف ريولنا وتخفون بسرعة في الكلام وفي الختام. لا 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 نطرين نطرين. لا لا ختمي قبل بعدين. طبعا غبقتنا يعني الحمد لله جهزت الحين عليك انت الختام يا نيلة. أكيد غبقتنا المقدمة من مطعم الدعوس اللي كل يوم يطبخون معانا، نشكرهم أكيد. للأسف حلقتنا لليوم انتهت، لكن قبل لا نختمها أكيد سمحوا لي أشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهالبرنامج، وأيضا لجنة رياضات الموروث الشعبي، وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير لهالبرنامج، وأيضا شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده. وبعد أشكر شركة إبراهيم خليل كانو اللي قدموا لنا سيارة هالأسبوع الثالث، ونخص بالشكر للسيد إسماعيل أكبر المدير العام التنفيذي للمبيعات بشركة إبراهيم خليل كانو. شكرا لكم جميعا على هالدعم الكبير. نشوفكم بإذن الله بكرة الساعة 10:30. يا سلام، بإذن الله تعالى. بإذن الله تصبحون على خير. مع السلامة. مع السلامة.